في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ويجب اجتناب كذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع، الإخبار بما يخالف الواقع. وغيبة، وهي ماذا الغيبة؟ ها، تعريف الغيبة؟ نعم محمد، سم ذكرك أخاك بما يكره. ضابط الغيبة كل ما كان يا معاذ فيه تنقص للرجل فإنه يكون من الغيبة، فيجب على الإنسان أن ماذا؟ يجتنب الغيبة. يجب على الإنسان في الصوم أن يجتنب الغيبة، وكذلك لغير الصائم، لكن الصائم أشد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا ماذا؟ ها؟ فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد فليقل إني صائم، وإن سابه أحد فليقل إني صائم. نعم. والشتم، ما هو الشتم؟ هو السب والكلام القبيح، هذا هو الشتم، السب والكلام القبيح. نعم يا شيخ. وسن لمن شتم قوله إني صائم. وسن كما ذكرنا في الحديث قبل قليل فليقل إني صائم، وسن لمن شتم فليقل، وسن لمن شتم قوله إني صائم، هذا من السنة. نعم يا شيخ. وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب. وتأخير سحور، فرق بين الضم والفتح، ما هو الفرق بين السحور والسحور؟ السحور والسحور، ها يا أخوان. نعم يا شيخ. سم هو في قول آخر السحور الوضوء والوضوء. نعم يا شيخ. أعد. نعم الفعل. نعم نعم بالفتح السحور اسم لما يتسحر به، اسم لما يتسحر، والسحور هو للفعل مثل وضوء ووضوء. فالسنة تعجيل السحور، هذا هو الصحيح، خلافا لمن السنة تعجيل الفطور، تعجيل تأخير السحور. السنة تأخير السحور لماذا خلافا لمن؟ نعم، خلافا لمن يا أخوان؟ ها، أو هذا الفطور؟ نعم، سنة تعجيل الفطر خلافا لليهود والنصارى، حتى لا نشابه اليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون الفطر إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة اتبعت اليهود والنصارى. فإننا نقول هنا بأنه يسن للإنسان أن يعجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم سم
هذا ما ورد في الحديث. بلا شك أن الإنسان يلتزم السنة إني صائم، هذا هو ما ورد به السنة، لكن لو قال اللهم أني صائم زيادة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن الأفضل أنه يلتزم بالسنة إني صائم. نعم يا شيخ. على رطب. على رطب، هذا فيه فائدة. ما هي الفائدة من الإفطار على رطب؟ الفوائد الصحية، ذكر ابن القيم بأنه له فوائد صحية. من هذه الفوائد، من هذه الفوائد الصحية، قالوا لأن إدخال الطعام على خلو المعدة فإنها تنتفع المعدة وتنتفع الكبد، وكذلك يلين الطباع، التمر يلين الطباع، الرطب يلين الطباع. ويقول ابن القيم فلذلك يسمى فاكهة وحلوى ودواء. التمر يسمى فاكهة وحلوى وكذلك دواء، فلذلك يسن للإنسان أن يفطر على رطب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. نعم. فإن عدم فتمر. فإن عدم فتمر، وهو التمر الرطب إذا يبس، الرطب إذا يبس يسمى تمر. وكذلك يلحق هذا المكنوز، المكنوز كذلك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى الآن، ومن نعمة الله علينا أننا نفطر جميع السنة بالرطب، نفطر جميع السنة بالرطب، لأنه وجد الحافظات والبرادات، فإنه الإنسان في جميع السنة يفطر على رطب، لكن قديما فإنه لا يستطيع أن يفطر على رطب إلا عند استواء التمر، إلا عند استواء ثمرة النخل، فإنه يفطر على الرطب. فإن عدم فما. سم. سم. نعم. الابتداء بالرطب. هذا الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هذا صحه بعض الأئمة هذا الحديث. عندك كلام على هذا الحديث؟ سم؟ نعم، بعض العلماء ضعف هذا الحديث ولكنه يؤخذ به، لأن بعض الأئمة صحح هذا الحديث. نعم. فإن عدم فما. فإن عدم فما. فإن عدم فما. فإذا لم يجد التمر ولم يجد الرطب فإنه ماذا؟ يفطر على ماء، يفطر على ماء. نعم يا شيخ. وقوله ما ورد. وقوله ما ورد، قول ما ورد بسم الله الرحمن الرحيم، إذا انتهى الحمد لله. في بعض الأحاديث وردت لكنها لا تخلو من مقال، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. وكذلك من الأحاديث الواردة اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فبعض العلماء يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا الحديث، ولكن إن ذكر هذا فلا بأس. نعم يا شيخ. ويستحب القضاء متتابعا. ويستحب القضاء متتابعا. يا أخ صالح، يستحب القضاء متتابعا، ماذا ينصب الاستحباب، على القضاء أم على التتابع؟ يستحب يقول، ها؟ نعم. أما القضاء ها؟ فهو واجب، القضاء واجب، لكن هنا ويستحب القضاء متتابعا، ويستحب القضاء متتابعا، فالاستحباب ينصب على ماذا؟ على التتابع. أما القضاء فهو واجب، أما القضاء فهو واجب. فيستحب للإنسان أن يقضي متتابعا، لأنه أبرأ للذمة، ولأن القضاء يحكي الأداء، ولأن الإنسان لا يعلم ماذا يعرض له، قد يمرض وقد
تأتيه المنية فلا يستطيع القضاء، فلذلك ينبغي للإنسان أن يستعجل بالقضاء وأن يقضي بعد رمضان مباشرة بعد يوم العيد. لو صام الست من شوال، صام الست من شوال وعليه من القضاء، وقدم الست من شوال قبل القضاء، ماذا نقول يا أخوان؟ ها؟ ما هو القول؟ ها؟ نعم، وحمد؟ ايه نعم، سم القضاء أو لا؟ أنا أقصد في هذا إذا كان الإنسان عليه يوم من رمضان ثم بعد ذلك دخل شوال فصام القضاء أو عليه شهر مثل النفساء عليها شهر فصامت الشهر هذا شهر شوال أو عليها أسبوع فصامت أسبوع، صامت قدمت الست من شوال قبل هذا الأسبوع، هل يقع عن الست من شوال؟ هذا هو السؤال، لأن بعض الناس مثلك يعني يقيس يا أخ صالح يقيس يربط المسألة على تقديم النافلة قبل الفريضة، وليس هذا هو السؤال. الآن أنت السؤال الذي فهمته ماذا؟ هذا ليس هو المطلوب، تقديم النافلة على الفريضة نقول قولك صحيح، لكن تقديم العزيز أحسنت، نقول بأنه إذا صام الست من شوال تقع نافلة لا تقع عن الست من شوال، جيد؟ نقول على القول الراجح بأنه يجوز الإنسان أن يقدم النافلة على الفريضة بلا شك يصوم، ما عندنا مشكلة هنا، يصوم الاثنين كذا، يصوم الخميس، ما عندنا مشكلة هنا، ما في إشكال، لكن أنه يريد بأنه يقع عن ست من شوال نقول لا. إذن المسألة ليس أنها مسألة تقديم النافلة صيام النافلة على صيام الفرض. سمي شيخ أولا قبل أن نأتي لسؤالك، يقول الأخ أعد القول هذا، نقول بأن الإنسان إذا كان عليه من رمضان قضاء، الإنسان إذا كان عليه من رمضان قضاء فإنه وأراد أن يصوم الست من شوال، نقول لهذا الشخص لا بد أن تقضي القضاء من رمضان ثم تبدأ بصيام الست من شوال، واضح؟ لماذا؟ ليس لأن النافلة لا يجوز أن نفعل النافلة أو لا يجوز أن تفعل النافلة وأنت عليك فريضة، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فلذلك إذا صام الإنسان الست من شوال نقول يجوز، لكن لا يقع عن شوال يقع نافلة، فلذلك لو صمت قبل رمضان قبل القضاء صمت الاثنين نقول جائز، صمت الخميس نقول جائز، صمت أيام البيض نقول جائز، لكنك تنوي بأنها عن الست من شوال نقول لا، لا بد أن تقضي، لا بد أن تقضي، لأن الحديث الوارد من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فلا بد أن يقضي لأنه إن قضى فقد صام كل رمضان، إذا صام كل رمضان فإنه هنا أتبعه بست من شوال، أتبع كل رمضان بست من شوال، واضح يا شيخ؟ سؤالك يا شيخ؟ أي نعم، يقول الأخ صالح مسألة التأخير
مسألة تأخير الست من شوال عن شوال. مثلا المرأة نفساء أو إنسان مسافر في رمضان فعليه القضاء الشهر كامل ولا لا؟ فيصوم شوال ثم بعد ذلك يريد أن يصوم الست من شوال، فهو صام الآن القضاء. نقول بأنك تقضي وتصوم ماذا؟ في شهر ذي القعدة. في شهر ذي القعدة لماذا؟ لأن النصوص والأدلة واضحة في هذا. الآن يا إخوان، إذا فاتتك نافلة الفجر مثلا تقضي؟ تقضي. فكذلك هنا إذا كنت معذورا فاتتك النافلة فإنك تقضي، وكذلك هنا أنت معذور الآن لأنك تقضي فأنت معذور فإنك تقضي النافلة، لأنك كالأداء لأنك معذور. سمي شيخ. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. فلذلك إذا كان عليه الإنسان صوم واجب من رمضان فأخره إلى رمضان آخر، فأخره كما قال المؤلف إلى رمضان آخر، فنقول ماذا؟ لا يجوز، وعليه الإثم الكبير والذنب الكبير، لا يجوز. ثم قال هنا ماذا؟ فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، ليجبر الخلل الذي فعله. فإنه إذا فعل ذلك أنه لم يقضي وهو في الوقت الموسع فإنه يجب عليه مع القضاء بعد رمضان الإطعام عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. سمي شو. ها؟ نعم نعم. الشيخ القاعدة المعروفة إذا كان معذور فهو معذور لا يأثم إنسان، ها؟ حتى لو كان قادر لأن الوقت موسع. مثلا إنسان، نقص عليكم من نقرب هذه الصورة، إنسان عليه صلاة الظهر وقلنا صلاة الظهر من الزوال إلى مصير الظل مثله، جيد، فهو الآن أراد أن يصلي لأنه وقت موسع، فأراد أن يصلي وبدأ يتنفل وحتى ضاق وقت الظهر إلى الساعة 2:30 ثم مات، هل نقول بأن هذا مفرط؟ ها؟ قضاء وقدر، وهذا القضاء. فقال العلماء أن القضاء وقته موسع من أول رمضان إلى أن يبقى من شعبان ما يقدر على القضاء، أن يبقى من شعبان ما يقدر على القضاء. فلذلك إن بقي من شعبان ما يستطيع أن يقضي به هذه الأيام فيجب عليه هنا القضاء، ولكن قبل ذلك فهو ماذا؟ على ما زال في الوقت الموسع، ما زال في الوقت الموسع. نعم، بلا شك أنه الأولى، الأولى أن يقضي، ولكن يا أخي إذا أتاه العذر ولم يفت الوقت فهو معذور، فهو معذور. إذا أتاه العذر حتى لو مثل الإنسان مثل حديث عائشة تؤخره إلى شعبان، جيد، لو فعل الإنسان مثل عائشة فأخره إلى شعبان ثم مات ليس عليه ذنب. وإن مات ولو بعد رمضان آخر. وإن مات ولو بعد رمضان آخر. إيه، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، إلى ماذا ينصرف هذا الكلام؟ وإن مات ولو مات بعد رمضان آخر، على ماذا ينصرف هذا الكلام؟ ها يا إخوان، سم. لا، الرجل الذي عليه القضاء هذا ينصرف إليه، لكن ماذا يجب عليه؟ ماذا؟ ها؟ أحسنت، الإطعام.
يجب عليه الإطعام، فإن مات فيبقى عليه الإطعام. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. إيه، وإن مات، أعد المسألة التي قبل قليل بسطرين. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه. إذا دخل عليه رمضان آخر فإنه لا يجوز هنا، ويأثم ويقضي ويطعم جبرا للخلل الذي دخل على هذا الصيام. نعم. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إطعام مسكين لكل يوم، فعليه مع القضاء يقول أن يطعم مسكين لكل يوم. وقلنا الإطعام كم مقدار الإطعام؟ ها؟ نصف صاع، هذا مقدار الإطعام. كم كيلو؟ على حسب. جيد. سم، لم لا أذكرنا في هذا دليل، لا أذكره الآن دليل صحيح، ولكن لعله أنه جبرا للخلل الذي دخل على صيامه، جبرا للخلل الذي دخل على صيامه. ويذكر عن أبي هريرة هذا أنه أوجب عليه الإطعام، يذكر عن أبي هريرة. نعم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر. يقول وإن مات ولو بعد رمضان آخر فيجب عليه الإطعام، يجب على يكون في ذمته من تركته يجب عليه الإطعام. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. وإن مات. نعم. وعليه صوم أو حج أو اعتكاف. وعليه صوم أو حج أو اعتكاف. صوم أو حج أو اعتكاف، باعتبار أنه مضاف، تقدير مضاف، صوم نذر وحج نذر. نعم. واعتكاف نذر. نعم. استحب لوليه قضاء. إذا مات الإنسان وعليه صيام، صيام ماذا؟ ماذا الذي عليه؟ صيام ماذا؟ ها؟ أحسنت. القضاء. ها؟ تو ذكرناه. أحسنت. صيام نذر. إذا مات الإنسان وعليه صيام نذر قال استحب لوليه القضاء. صيام الفريضة، إذا مات وعليه صيام الفريضة يقول الحنابلة، طبعا عند الحنابلة يقول ماذا؟ لا يقضى عنه. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في الحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن على أمها صوم، أفأصوم عنها؟ قال النبي نعم. قال نعم، فقالوا هذا ماذا يكون؟ ويقتصر على النذر، يقتصر على النذر، لأن عليها هذه المرأة صيام نذر. هذا قول الحنابلة. ويقولون من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يقولون هو في النذر. ولكن نقول بأن هذا الحديث عام حتى في الفرض، من مات وعليه صيام استحب لوليه ماذا؟ أن يصوم عنه. من هو الولي؟ نعم أحسنت، الوارث، الولي هو الوارث. نعم. إيش باب صوم التطوع؟ يسن صيام، يسن نعم صيام باب صوم التطوع. قال صيام نذر قبل بقي، وصيام وعليه صيام نذر وصيام ماذا؟ حج. فصيام الحج قالوا ماذا؟ يصوم عنه وليه. ليس صيام الحج، وقال صوم حج نذر، صوم نذر وحج نذر. إذا كان عليه حج، عليه نذر حج، فإنه يقول المؤلف هنا فإنه يحج عنه. لماذا؟ للمرأة الذي قالت أن أمي نذرت ولم تحج، فقال أرأيت لو كان عليك دين، فأمرها بالقضاء
فلذلك إذا كان عليه نذر في الحج فإنه يحج عنه، هذا هو الصحيح، فإنه يحج عنه. وقال أو اعتكاف. الاعتكاف ليس بواجب، ولكن إذا نذر أن يعتكف مثلا 10 أيام من صفر فإنه يستحب للولي أن يعتكف عنه، أن يعتكف عنه. ثم قال بعد ذلك أو اعتكاف، نعم، أو صلاة، فإنه إذا نذر أن يصلي ركعتين فإنه يستحب للولي أن يقضي عنه، يستحب للولي أن يقضي عنه، وهذا واضح. نعم يا شيخ. باب صوم التطوع. يقول باب صوم التطوع، فلذلك صيام التطوع له فضل كبير. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، ثم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم. فلذلك إذا فعل الإنسان الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه الذي يجزي بالصوم، من هو؟ الله سبحانه هو الذي يجزي بهذا الثواب. فلذلك دليل هذا على عظم هذا صوم التطوع. لماذا؟ لأنه ترك الطعام والشراب من أجلي، يقول الله سبحانه وتعالى فإنه ترك الطعام والشراب من أجلي، فهذا يثاب الإنسان ثواب كبير. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من النوافل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما يزال، يقول ابن حجر في الفتح أن محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لا تقع إلا بملازمة العبد النوافل، وهذه ثمرة عظيمة. فلذلك هذه الثمرة عظيمة وهي محبة الله، لا تأتي بأن يصوم الإنسان يوما أو شهرا أو يقوم الليل مرة واحدة أو سنة، لا، لا بد أن يداوم بنص هذا الحديث، وما يزال عبدي أو لا، ولا يزال عبدي يتقرب، ولا يزال، ولا يزال، ولا يزال، حتى تأتي الثمرة وهي محبة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يكثر من النوافل. يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلذلك هذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى إذا حب العبد استجاب دعوته. فلذلك الذي تستجاب له الدعوة هذه علامة وأمارة على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. فلذلك بعض العلماء يقولون كنت سمعه الذي يسمع به، كيف؟ أن الإنسان يقصر سمعه لا يصغي إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يمشي إلا لله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فهو لا يبصر إلا لله، ولا يصغي بسمعه إلا لله، ولا يمشي إلا لله، ولا يبطش إلا لله. ثم إذا كانت هذه عادته قال ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. نعم شيخ. يسن صيام أيام البيض. يسن صيام أيام البيض. لماذا سميت أيام البيض؟ ها؟ سم؟ أحسنت. لبيضاض هذه الأيام فتسمى أيام البيض، لأنها ليالي بيضاء من ضوء القمر فتسمى أيام البيض. ويسن صيام هذه الأيام لقول أبي الدرداء كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم 3 أيام، 13 و14 و15، فهذه 3 أيام يسن صيام هذه الأيام، وذكروا بأن لها فوائد صحية، وذكروا بأن لها فوائد صحية صيام هذه الأيام. سمي شيخ.
يتخبط من العصبية، يخفف من عصبيته. طبعا هم قالوا بأنها هذه الأيام يرتفع ضغط الدم ويفور في الدماغ، يفور ضغط الدم في الدماغ، فإذا صام يخفف من ذلك، فإذا صام يخفف من ذلك. نعم. سم؟ هم قالوا من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. كيف يا أخوة من صام 3 أيام من كل شهر؟ والآن نرجع لسؤالك، من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كيف ذلك يا أخوان؟ نعم أحسنت، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام ماذا؟ بـ30 حسنة، فكأنه صام الدهر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم أنها الأعمار قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكن الله سبحانه وتعالى عوضنا بفضل الليالي مثل ليلة القدر، وعوضنا في هذه الليالي وتعظيم الحسنات ومضاعفة الحسنات. فهذا قد يكون الإنسان عمره 20 سنة وكأنه عمل من كان عمره 100 سنين، لكن لا بد أن يستبق هذه الخيرات ويسارع إلى هذه الخيرات ويتحرى مثل هذه الأيام وهذه الفضائل. نعم يا شيخ. والاثنين والخميس، يقول والاثنين والخميس، أيهما آكد، الاثنين أم الخميس؟ أيهما آكد؟ ها ها، الاثنين، لماذا؟ نعم أحسنت، هذا يوم بعثت فيه وأنزل علي فيه وولدت فيه، فلذلك نقول بأن آكد الاثنين، وأن هذا في الاثنين والخميس تعرض الأعمال، فكما ورد في الحديث يحب الإنسان أن تعرض الأعمال وهو صائم، وهو صائم، فلذلك يصوم الإنسان الاثنين والخميس. نعم يا شيخ. وست من شوال، وست من شوال، فلذلك نقول يسن للإنسان أن يصوم 6 من شوال، وقد ذكرنا مسائل شوال وأطلنا فيها. نعم يا شيخ. وشهر المحرم، وشهر المحرم، شهر الله المحرم هو أول شهور هذه السنة، فإنه يصوم الإنسان من السنة يصوم هذا الشهر، أفضل الصيام شهر الله المحرم كما ورد في الحديث، ولعل الشهر المحرم وشهر شعبان يتماثلان في الأفضلية. ثم قال وآكده، وآكده العاشر ثم التاسع، العاشر ثم التاسع، العاشر ثم التاسع، وهو ما يسمى بيوم عاشوراء ويوم تاسوعة، فإن الإنسان يصوم يوم العاشر ويصوم يوم ماذا؟ التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. وأفضل مراتب الصيام نقول صوم العاشر والتاسع، هذه أفضل مراتب صيام، صوم العاشر ثم والتاسع، ثم بعده صوم التاسع. أما حديث صوم العاشر، أما حديث خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، فإنه فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، ضعفه كثير من الحفاظ كشعبة، فضعفوا هذا الرجل، فلذلك نقول بأن أفضل أو أعلى مراتب صيام العاشر هو أن يصوم العاشر ثم ويوما قبله، ثم بعد ذلك يقتصر على العاشر. هل هناك كراهة في صيام العاشر وحده؟ ها؟ يكره صيام العاشر وحده؟ ها؟ لا يكره، لا يكره، لكن عموما نقول بأن مثل ما قلنا بأن أفضل المراتب العاشر ومعه التاسع، لحديث الذي في صحيح مسلم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن ماذا؟ التاسع، أي مع العاشر. لكن يا أخوان مسألة، لو
صادف شهر أو التاسع السبت، والعاشر الأحد، والحادي عشر الاثنين، هل نقول يصوم الاثنين؟ ها؟ إذا كان معتادا على الاثنين يصوم، وإذا لم يكن معتادا، ها؟ نعم أحسنت، يصوم، لأنه لكن لا يصوم لهذا الحديث يوما قبله ويوما بعده، لا يصوم لهذا الحديث، وإنما يصوم لفضل يوم الاثنين، وكذلك يصوم لماذا؟ للأجر، وهو فضل صيام شهر الله المحرم، فضل صيام شهر الله المحرم، فلذلك يصوم السبت والأحد والاثنين، وهو التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم إن شاء الله. وتسع ذي الحجة لم يرد في هذا حديث صحيح في صيام التسع من ذي الحجة، إلا الحديث العام: ما من أعمال العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام، سم أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر، فلذلك هذا الحديث عام، فلذلك نقول ومن العمل الصالح هو الصيام، من العمل الصالح الصيام يكون من العمل الصالح، فلذلك إذا صام هذه التسع من ذي الحجة فإنه هذا من العمل الصالح. لو كان عليه قضاء هل يصوم التسع من ذي الحجة أو يصوم عرفة أو يصوم القضاء؟ ها؟ كيف؟ يصوم التاسع، ها؟ نعم، نقول الأولى مع أحسنت، الأولى القضاء يا شيخ، حتى وإن قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء، لكن يبقى الأولى القضاء، لأنه أبرى وأسرع لإبراء الذمة، الإنسان ما يعلم ما يعرض له، قد يمرض، قد يموت، فلذلك الأولى أن يصوم القضاء حتى لو كان في يوم عرفة، حتى لو كان يوم عاشوراء، أيهما أفضل، يوم عرفة أم اليوم العاشر من شهر الله المحرم؟ أيهما أفضل؟ عاشوراء. ها؟ لماذا؟ الصوم سم عرفة. أحسنت، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أما عاشوراء فأني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم عبد العزيز، الآية ماذا؟ نعم، نقول فإنه في الحديث تقول عائشة: فإني لا أستطيع القضاء، لا أستطيع القضاء إلا في أيام شعبان، وقد تكلمنا يا أخ عبد العزيز عن هذا قبل قليل. نعم يا شيخ. ويوم عرفة لغير حاج بها، ويوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة يا أخوان، الحاج لا يصوم يوم عرفة، الحاج لا يصوم يوم عرفة، لماذا؟ لماذا؟ ها؟ المشقة، وأنها تؤدي إلى ترك الدعاء والعبادة، لأنها تؤدي إلى ترك ما هو أفضل منه، وهذا هو الصحيح، تؤدي يا معاذ إلى ترك ما هو أفضل منه، فلذلك إذا صام الإنسان في يوم عرفة فإن الدعاء في هذا اليوم أفضل والعبادة، فلذلك إذا صام في هذا اليوم يؤدي إلى ترك ما هو أفضل، فلذلك ينبغي، وكذلك يفتر الإنسان وتأتيه المشقة، مع المشقة فالحج مشقة وكذلك الصوم فيه مشقة، فلذلك تجتمع المشقة مع المشقة، فلذلك لا يستطيع أن يأتي بالعبادات الواردة في هذا اليوم من إكثار الدعاء، وهذا واضح، فإن الإنسان الذي يصوم في مثل هذه المشقة وفي هذا اليوم فإنه يقلل من العبادات.
يقول ماذا؟ وأفضله صوم يوم وفطر يوم. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. السؤال هنا، لماذا النبي لم يصم يوم ويفطر يوم؟ طيب في قول آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود، لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ سامي شيخ، حتى لا يشق على أمته. إجابة معاذ. معلش أنت معاذ يا شيخ، معذرة، توقعت أن أنت معاذ وأنت معاذ كذلك. ماذا قلت يا شيخ؟ لداود. طيب في قول آخر فهد عندك حتى ما ينشغل عن ما هو الأولى. هذا الصحيح، أحسنت، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته وبالدعوة وبالجهاد، فلذلك إذا صام قد ينشغل عن ذلك، قد ينشغل عن ذلك. فلذلك مثل المؤذن، أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ أحسنت يا صالح، الأذان أفضل. لماذا؟ وردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان، وهو والمؤذن كذلك، أطول أعناقا يوم القيامة من هم؟ أحسنت، المؤذنون. وكذلك من الحديث، أحسنت، لا يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. وكذلك أي لولا الخلافة لأذنت. فلذلك نقول بأن الأذان أفضل من الإمامة، بأن الأذان أفضل من، ولكن لأن الخلفاء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالأمة وكذلك بالجهاد وبسياسة الرعية، وإلا كما ورد في الأثر عن عمر لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. ولذلك المؤذن يقول النبي عليه السلام، يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فالضمان أيهما أولى وأعظم، الضمان أم الأمانة؟ الأمانة. فلذلك نقول بأن المؤذن أعظم وأفضل. كذلك أن الناس يتعلقون ويدعو إلى الخير، والناس ينظرون إلى ويسمع ويتحرون وقت الأذان، فيه تنبيه للصائم وللمتسحر، فهو دعوة إلى الخير. فنقول بأن المؤذن أفضل أو الأذان أفضل من الإمامة. نعم. ويكره إفراد رجب. لعلنا ننتهي إلى هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء.
يشاء بغير حساب.